صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح التفاؤل والأمل. صباحكم كده مشرق بنور الله، أو مساء الخير بقى على حسب الوقت اللي بتشوف الفيديو. إزايكم؟ عاملين إيه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. طبعا بقى كده فيديو النهاردة يكون برضو روتين، فعايزة أقول لكم بقى قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، تعالوا كده نصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا عايزة أقول لكم بقى قبل ما نبدأ الفيديو تاني إن انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، وبتوحشوني جدا جدا كل ما بغيب عنكم. وعايزة اقول لكم بقى ان فيديو النهاردة هيكون فيديو حلو جدا. طبعا لو انتم متابعيني بقى كنت قلت لكم الفيديو اللي فات ان انا عندي ماما وهقضي يومين وكده، وعامله لكم روتينات حلوة جدا ان شاء الله هتنزل بعد بعض على طول، بعد بعض يعني ايه ورا بعض يعني. المهم عملنا ايه الاول كده الصبح، صحيت بدري كنت بغلي اللبن ده. طبعا اللبن تغليه كذا غلوة كده علشان ايه يعني ما يبقاش فيه ميكروبات او حاجة يعني. تمام، غليته طبعا وحضرته عشان نفطر. وكمان كنت بقى ايه هعمل كذا حاجة يعني، هما كانوا يومين يعني، مش عايز اكذب عليكم واقول لكم ان الاكل ده كان في يوم واحد كله، لأ، علشان كده انا مش هعمل لكم سفرة بكل الاكل مع بعضه. هو هيبقى عبارة عن اللي انا هعمله هوريكم شكله ايه ويعني طالع ازاي، او يعني نتيجة سواه ازاي او كده. تمام، طبعا كان اخويا مسافر، وكان طبعا عشان ما يبقاش نفسه في كل حاجة مامتي يعني بص عايزة اقول لكم هين عليها كده تعمل كل الاكل في يوم واحد. فطبعا وكان اخويا التاني برضو ربنا يبارك له كان في سفر برضو وجاي مش بعيد قوي يعني، مش بره البلد يعني جنبنا، بس كان غايب عن البيت بقاله مدة. فطبعا الاتنين في وقت واحد عايزين نجهز اكل كده ونعمل لهم اللي هم نفسهم فيه. اليوم ده بقى كان يوم يعتبر سوق. ماما طبعا نزلت كده ربنا يبارك لها في عمرها بقى ويديها الصحة والعافية يا رب، جابت لنا شوية سوق يعني، شوية فاكهة وطماطم وخضار علشان كنا هنعمل محشي، وكمان جابت كروم. طبعا هي حبيبة قلبي، اوعى تنسوا تعمل لها لايك بقى كده وتشجعوها، علشان هي ايه كل ما اروح هتظهر معايا كده وهنعمل روتينات حلوة جدا مع بعض. بصوا بقى، جبنا الكرنب، حطيت انا في الوقت ده المية، انا كنت صاحية قبلها يعني، مش قبلها يعني بعد ما هي مشت راحت السوق خرجت يعني، انا صحيت وحضرت شوية حاجات قبل ما هي تيجي من السوق يعني. حطيت اللحمة على النار تتشوح، وكمان سلقت الدكر، وسلقت الدكر دوت علشان هو كان اصلا كنا هنسلفنه كده وهياخده معاه، لان هو طبعا زي ما انتوا كلكم عارفين حكاية الكورونا والدنيا اللي قافلة دي، هو هيروح مكان يعتبر منطقة عزل وهيقعد فيها 14 يوم، وبعد كده هيسافر للبلد اللي هو رايح ليها تاني. فطبعا كان محتاج كمية اكل كبيرة جدا. عملنا له كده عيش، وعملنا له رقاق، وعملنا له كمان اكل. طبعا هوريلكم كل حاجة وهقولكم عملنا ايه وسلفنا له الدنيا دي ازاي، وادينا له ايه برضو معاه. فعايزه اقول لكم بقى هنا ان مامتي قعدت قطعت الكرنب كده. بصوا الكرنب ده له طريقتين ان انت تسلقيه بيهم او ثلاثه، يا اما ان انت تقطعي الكرنب على قد الصباع كده وتسلقيه، بس ده هيعذبك جدا، يا اما ان انت بس تقوريه من فوق كده وبعدين تحطيه على القلب بتاع الكرنب اللي هي اللي تحت، زي ما انا حطيت الكرنب معاكم كده، وبعدين هيبقى سهل معاكي جدا. المكان ده بيستوي الاول وبعدين بتقلبي الكرنبة، كل ما تستوي تبدأي تشيلي منها على طول وتخرجي بقى زي ما انا بعمل كده. تالت طريقة بقى ان انت تفصصي الكرنبة كده واحدة واحدة، ده اللي هو الكرنب البلدي اللي ممكن تلاقي الورق بتاعه مش مشبك في بعض قوي يعني، كل ما تقطعي كده تلاقي الورق بيخرج معاكي، ده هيكون سهل معاكي برضو، وهتكون يعني تشيلي كذا واحدة وتحطي في المية. المهم بتحطلهاش اي اضافات غير شوية ملح بس وخلاص. طبعا الكرنب قبل ما بنحطه بنروح فاتحين عليه المية كده، لو في حاجة مش نظيفة ننزلها. ما كنتش لسه فطرت بقى في الوقت ده، فقلت ايه لازم افطر علشان ايه، او نفطر انا ومامتي علشان يعني نقدر ان احنا نكمل. عملنا شاي بحليب وعملنا حليب صافي يعني، اللي حابب ده او اللي حابب ده يشرب، بس انا ماليش في الشاي قوي يعني في اللبن قوي يعني، فبحط شوية صغننين كده بس على قد.
خلصنا بقى كده. طبعا كان الورق اتسلق. طبعا بصوا انا بسرع الفيديوهات لاني انا مش بعمل حاجة واحدة يا جماعة، والله العظيم في وقت واحد يعني. بصوا انا بعمل كذا حاجة، وطبعا كل الحاجات دي هو اسمه روتين. ليه؟ لاني انت بتعملي، وطبعا ده بياخد وقت. يعني مثلا ممكن فيديو زي ده يعدي ساعتين لو انا بنزله معاكي بطبيعته او مش بسرع، فهيعدي ساعتين. طب انت تقعدي مثلا ان انت تقدري تستحمليني كده ساعتين اقعد ارغي بقى معاكي وتتفرجي كده؟ فطبعا هي دي، يعني هي دي طبيعة الروتينات، ان انت بتسرعي الفيديو علشان ان انت بس تستفادي مش اكتر، او تتشجعي، او مثلا يعني ايه يضيف عليكي طاقة ايجابية كده. كنت بقى ايه، كنت متبلة الفراخ، فكانت في الوقت ده كانت في الفرن. على فكرة عايزة اقول لكم تتبيلة الفراخ في الفيديو اللي هينزل بعد ده على طول، لان انا مش عارفة هو ده هينزل الاول او ده هينزل الاول، فمش عارفة. المهم كنت تبلت الفراخ بقى، هقول لكم على الطريقة بتاعتها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. وحطيتها كده تستوي، ومامتي بقى ايه راحت حاطة كمان صينية رز كده معمر في الفرن علشان اللي حابب ياكل ده واللي حابب ياكل ده. في نفس الوقت برضه كنا هنعمل ايه المحشي، بس كان المحشي هيعتبر للعشاء يعني. ده طبعا اخواتي مثلا حابين ان احنا نغذيهم كده زي ما تقول، علشان ايه ما يبقاش نفسهم في حاجة وهم بره، فاهمين ازاي؟ فطبعا الاكل كله موجود في البيت، اللي حابب ياكل حاجة. وكمان الفلاحين يا جماعة بيت كرم واهل كرم، فمثلا لو اعمامي جايين ممكن يتغدوا معانا، لو حد مثلا ممكن اصحابه جايين يسلموا عليه ممكن عادي يقعدوه يتغدوا معاه، فاهمين ازاي؟ فطبعا مش لازم تحرجي ابنك او يعني او جوزك او كده وتلاقي الاكل كمية بسيطة، لا الاكل بيفضل، ولو فضل بكمية كتير ما بيجرلوش اي حاجة، احنا نحافظ عليه كده ونعينه في التلاجة، لو كفى يوم اتنين عادي وهو موجود في التلاجة ما بيجرلوش اي حاجة. تمام. بصوا بقى هنا خلاص رحت شفت الاول الحاجة اللي في الفرن، وبعدين جيت على طول كملت الفراخ. في الوقت ده كانت ماما هي بقى بتقطع الورق وبتجهز برضو العمايل المحشي، وكنت انا بقى ايه قلت لها سيبيلي دوم انا هنضف الفراخ وهنقعها كده شوية علشان ان شاء الله هكون اعلق عليها تاني، فاهمين ازاي؟ المهم قطعت الفراخ كويس جدا ونقعتها. بصوا المية بتاعتها بيضة شمع يعني مفيش فيها اي حاجة، غسلتها اكتر من مرة، قطعتها كويس جدا. ورحت جايبة كده طماطمتين صغننين، الطماطم اللي كانت عند ماما صغننه شويه، فجبت اتنين يعني ايه مستويين شويه علشان ايه يتفعصوا معايا حلو، ويعني عملتهم كده في الميه، فركتهم في الميه، وكمان ليمونه وملح وشويه خل، وبعدين سبتهم بقى يتنقعوا. على فكره اليوم ده كان يوم يعتبر يوم جمعه، فانا لما صحيت بدري كنت متبله اصلا الفراخ بالليل في اليوم اللي انا كنت هبات فيه على طول تاني يوم. حطيت على طول الفراخ في الفرن، وكمان حطيت الرز المعمر معاها على طول. ماما عقدت له وجهزت له اللبن بتاعه وحطت له، وحطيناهم عشان لما يطلعوا من الصلاة ياكلوا على طول، فاهمين ازاي؟ وهنا بقى ايه بدأت ان انا كانت ماما جايبة منابير كده قطعتها زي ما انت شفت معايا، وكنت عصر عليها ليمونة. طبعا هي كانت مقطعاها ومنضفاها كويس جدا ونقعاها، وبتتحشي زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما تتقرفوش من شكل ايدي علشان احنا كلنا في بيوتنا كده يا جماعة، هي المحشي بيتعمل كده، ما تقوليش بقى بتلبسي جلافزات ومش عارفة ايه، احنا بنحشي كده يا جماعة وهي دي طريقتنا. المهم بتروحي فاتحة كده صباع الممبراي بصباعك الاتنين، والايد التانية بتبدأ تدخل الرز في قلب الممبار. تمام. عايزة اقولك بقى الطريقة السليمة اللي هتخلي معاك الممبار ما يفكش ويجي عند اول فتحة الممبراية كده وتلاقيه قفل على طول. شايفين انا بعمل ايه؟ اوعي تحط الممبار في مية قليلة او في مية مغلتش لسه، كل اللي حطيته شوية ورق لورا وشوية فلفل اسود صحيح، بس هو ده اللي انا حطيته في المية، لان طبعا الشوربة بتاعته مش هحتاجها، انا عندي شوربة كتير. ف حطيتها تغلي، وببدأ امسك الممبراية يدوب من فوق كده من هنا ومن هنا. طبعا ما بتمليش الممبراية رز قوي، تكون مهوية كده شوية علشان لما تستوي ما تخرجش الرز اللي فيها او تتملي قوي وما تبقاش مستوية من جوه. تعالوا بقى اوريكم شكله عامل ازاي. ما شاء الله اهو قفل عليه اول ما حطيته في المية بتغلي على طول،
بالطريقة اللي قلتلكوا عليها دي، قفل عليه على طول وما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده. طبعا تخلي الطرف ده والطرف يعني الطرفين الاتنين يكونوا فاضيين من الرز شوية، علشان اول ما تحطيه يبدأ يقفل على الرز اللي فيه ويستوي بقى براحته. لو قعد في المية ساعة اتنين مش مشكلة. المهم طبعا فصلت الكاميرا بقى، وطبعا عملنا معاكم محشي كتير، كملنا بقية المحشي. عملنا يعني ايه حلة صغيرة كده مع الايه مع المحشي الممبار. تمام، خلصنا بقى كده المحشي اللي هو الكرنب، وبدأت ان انا اعيد له. طبعا في الوقت ده زي ما انت شفتوا كنت انا ايه زودت الدكر مية البطاية الحلوة دي يعني، وقلت بقى اعد للمحشي بشوربة البط، علشان تكون زي ما انتوا شايفين اصلا شكلها عامل ازاي، بتبقى فيها كده سمنية وبتبقى حلوة وبتخلي المحشي اصلا طعم كده ونكهة مختلفة. خلصت بقى وخرجته كده، انا حطاه صحيح ليه وسليم علشان انا هسلفنه زي ما هو كده. تمام، بصوا بقى احنا عامة عندنا لازم بنصفي شوربة اي حاجة، لان طبعا انت بتضيف لها اضافات وكده، فزي ما انت شايفين المنظر لازم تتصفى. لو انت حابة الشوربة بقى او مش بتحبيها هترميها عادي، لو انت بتحبوها زينا كده عشان الولاد الصغيرة بيحب الشوربة جدا عندنا، بنصفيها وبنسيبها زي ما انت شايفين كده. صفيت الشوربة بقى كده، وكان عندي كمان شوربة لحمة رحت ايه مصفياها عليها. طبعا ما شاء الله السمين او الدهن اللي فيها عامل وش كده طبقة، فبصوا ما شاء الله عليها تبقى في منتهى الجمال. طبعا هشيل بعد قطعة اللحمة دي واروح ايه عينها في التلاجة برضو، ابقى اخرجها مع الاكل وقت ما يجي ياكلوا. ما شاء الله الشوربة حلوة جدا. تعالوا بقى اوريكم شكل الفراخ بعد ما طلع عامل ازاي. ما شاء الله طلعت في منتهى الجمال. طبعا انا مش ما كنتش مكترة فراخ في تتبيلة يعني، كنت عاملة فرخة ونص بس، فما شاء الله الفراخ مستوية واخدت لون بسيط كده، ما حبيتش اديلها لون زيادة شوية عشان ما تكونش ايه مقرمشة قوي عشان الولاد برضو الصغيرين. طبعا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وكمان الرز كان استوى واخد لون حلو كده من فوق. بدأت اجيب بقى كده طاسة وحبة زيت نضاف يكون نضاف جدا. طبعا خرجت الممبار ده في مصفى كده علشان يصفي كل الشوربة اللي في قلبه. طبعا انا اسفة لو ما عملتش معاكم كل التفاصيل، لان طبعا كنا يعني كان الوقت فيه ضغط كتير جدا، فانا صورت لكم بس ايه بعض المقاطع كده وشرحت لكم الباقي. صفيت الممبار بقى في مصفى الاول علشان الشوربة اللي فيه تتصفى. الممبار ما فيش عليه رز طالع، مفيش عليه اي حاجة زي ما انتوا شايفين شكله عامل ازاي، لان طريقة تسويته طريقة صحيحة بيقفل على الرز اللي في قلبه، فخلاص ما تقلقيش مفيش اي حاجة هتطلع منه خالص. طبعا عايزة اقول لكم بقى الفيديو النهاردة، يا رب لو انت وصلت لحد هنا يا رب يكون عجبك، وبالله عليكي اوعي تنسي تعملي لي كده لايك وكومنت حلو منك، علشان كلامكم بيشجعني جدا جدا ودايما بيحمسني. استني الفيديو اللي جاي علشان نشوف عملنا ايه. فيديو النهاردة خلص، اسيبكم في رعاية الله وحفظي، مع السلامة.